مؤخرا الكابتن محمود عبد الحكيم واحد من لعيبه الكره الموهوبين اللي اتدرب تحت ايد الكابتن مختار مختار، هو دلوقتي لا شغال مع الكابتن مختار ولا في فرقه مع الكابتن مختار، لكن شاف انه من المناسبه انه يقول شهاده حق. نسمع. لكن ليه نغمه التفويض دي ظهرت في السنين الاخيره؟ علشان هو عارف لو هو مش اهلاوي، يعني لو هو ما كانش بيلعب في الاهلي ومش اهلاوي كان الموضوع ممكن يعدي. طب ما ممكن كان يبقى الاهلي مثلا بيلعب ام بي وكابتن حلمي طولان يطلع يقول الكلمتين دول، هيتقال كده برضه؟ لا مثلا يعني بقول مثلا اي مدرب بينتمي للزمالك. لا الناس هتنتقده شويه بس مش بنفس الطريقه. لكن دلوقتي بقى مودينها في حته انه بيفوت لناديه. طبعا. وانا يعني انا شايف انه ده طبعا كلام، بس انا وجهه نظري هو كان يقول لو هو قال للعيبه كده ما كانش يطلع الكابتن عبد الجليل يصرح. ممكن يقول اللعيبه في اوضه مقفوله بس ما يطلعش في الاعلام يقول عشان ما يعملش الضجه. عشان وارد ان انت تتغلب سهل يعني. صح. وارد تتغلب من تتغلب سكور. ممكن تتغلب ممكن وارد يعني وممكن يكسب. صح. بس لو اتغلب سكور الناس هتقول ان هو ما انت مفوت، ما انت قلت كده. صح. لكن قصدي انه ليه بقت النغمه موجوده في مصر عامه يعني مدرب من زمان يا كريم، خلي بالك من زمان موجوده، من زمان جدا. طب هقول لك على حاجه، وانا في بتروجيت احنا كنا فرقه جامده جدا وفرقه رخمه جدا ما بنتغلبش بسهوله. ماشي. وكنا بنتغلب من الاهلي كتير يعني. ماشي. كنا يعني نتعادل نتغلب. ماشي. فكانوا يقولوا ان الكابتن مختار بيسيب للاهلي الماتشات. انت عارف يا كريم ان احنا الماتشات الوحيده اللي كان بيتخصم مننا فلوس ماتشات الاهلي. والله الكابتن مختار يقول لنا الماتش ده ما كانش بيرضى يخصم فلوس من حد. ماشي. لو اتغلبنا من الاهلي لازم يخصم فلوس. اي ماتش تاني تخسروه ما بيخصمش. كان يقول لك انا الناس بتقول عليا كده، انتوا ترضوها لي ان انا. وكان بيبقى متعصب جدا وطول اليوم جدا. طول الاسبوع مشدود جدا، واحنا ما كناش متعودين عليه كده. ماشي. بس علشان هو الناس يعني ابتدت تقول عليه كده، وهو ربنا يعلم من انضف الناس في المجال ده. صح. كلام طبعا، اولا اللاعب كان في الاول محمود عبد الحكيم ده لاعب موهوب جدا، قال انا لا اهلاوي ولا زملكاوي، يمكن اميل الى بورسعيد اكتر النادي المصري. فما هوش راجل يعني بيتكلم بعاطفه معينه او انحياز، لكن الراجل قال انا مندهش جدا، ده كابتن مختار كان بيقول لنا كذا كذا، هخصم منكم لو او بيخصم مننا لما كنا بنخسر. الماتش الوحيد اللي بيقول لك اللي بيخصم لنا عشان عارف حساسيات الموقف. بس فكان بيبقى عايز يوفر على نفسه الكلام يعني. إن المساله واضحه يا استاذ ابراهيم، والله صدقني هي نوع من زي ما انت بتقول الاستفزاز والشحن في اتجاه تغييب الحقائق وتغييرها.